فنجتنب البدع ونقتصر على السنن فيها خير كمال. ولا يكفي أننا نجتنب البدع، نهجر المبتدعة، نهجرهم، لا نجلس معهم ولا نصادقهم ولا حتى يتركوا البدع، لأننا إذا صادقناهم وجالسناهم شجعناهم على البدعة، فنحن نهجرهم يعني نترك مجالستهم ونترك مصادقتهم حتى يتوبوا إلى الله. نعم، هذا الواجب على أهل السنة، أنهم يهجرون أهل البدع، ولو حصل هذا لما انتشرت البدع، ولكن لما حصل التساهل مع المبتدعة وصاروا يعيثون في الأرض فسادا وينشرون البدع ولا أحد ينكر عليهم وصاروا أصدقاءنا وجلساءنا، انتشرت البدع بهذه الطريقة. نعم، أما لو أن أهل البدع هجروا لقل شرهم. نعم. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا. هجر، الهجر هو الترك، الهجر هو الترك، أي تركهم وعدم الجلوس معهم وعدم مصادقتهم حتى يتوبوا، إذا تابوا تاب الله عليهم وصاروا جلساءنا وأحبابنا. نعم.